يعطونه من دينه بعد. لا ما يسمع يا شباب دين. ايوه الله اجبر عليك. فقل لي الافلاج تتكون من محافظات وقريات صغار. وش الاماكن المشهوره في الافلاج؟ في مناطق البديع، ليلى، الهدار، ايش بعد طال عمرك؟ الهدار ولا طيب هالاماكن اللي حولها. الو في كل مسابقه. الو السلام عليكم. شال خلفي. هلا والله عامر، ايش اخبارك؟ عادل. هلا والله، وش اخبارك؟ طيب. وش علومك؟ بخير. عارف طريقة المسابقة؟ ايه عارفة. كويس، ما انت بالتحدى؟ اتحدى عبد الاله. الله يسعدك. اتحدى انا. كم تفوز علي؟ يلا يلا ابدا ابدا ابدا. شك طيب قمت. ابدا يا عابر ابدا. يلا ما عليك. اختر رقم من واحد الى سبعة. واحد. كويس. انا اختار اربعة. واو اربعة. اقعد يا زيد. عابر عابر اسمعني من التليفون وابعد عن التلفزيون حبيبي. ابعد. اخترت اربعة الله يصلحكم. دال واحد. ترى الرجال بطيء. دال واحد. دقيقة دقيقة، هاء واحد شلوها، ما حد اختار هاء واحد. انا اخترت واحد اربعة. دقيقة واحد اربعة اربعة واو. يا عابر دقيقة 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 اسمعني من التليفون وابعد عن التلفزيون علشان تبدأ في اللعبة الزينة. خلاص الان ابدأ من جديد. يلا وش تبدأ؟ واو كم؟ واحد. يلا لا عكس عكس عكس. طيب يا اخي صوتي يتردد عنده. ايش اقول لك؟ اسمع من التليفون. انقطع الاتصال؟ ايه. الو؟ اي كويس. يلا اختر يا عابر اختر. هاء اثنين. هاء لا. اي هي. شلون هاء اثنين؟ اي هاء واحد يعني. هاء واحد هاء واحد. هموها. يلا نختار دال واحد. صحيح؟ بدك تغير؟ اختر يا عابر. عابر. الو عابر. باء واحد. باء واحد. جيم واحد. جيم واحد. اوكي. جيم. باء واحد. اختر. اي عابر عابر انت قصر قصر من التلفزيون، قصر من التلفزيون عشان تسمعني من التلفون ويصير اللعبه كويسه وواضحه، فهمت كيف؟ يا. يا. يا ولد انت وحي يا ولد. سليمان. يا عابر اختر من واحد الى سبعة، لا تختار حروف، من واحد الى سبعة. طيب عطني واو اثنين. واو اثنين. يلا. ثلاثة واو. يلا اختر. والدال اثنين. واو ثلاثة. واو ثلاثة. واو لا ها ثلاثة ثلاثة ثلاثة. يلا ثلاثة. طيب هارد لك يا عابر وانا اختار خمسة واو. وفزت عليك يا عابر وان شاء الله تفوز في المسابقات الجاية ان شاء الله. فزنا عليه. ايوه فزنا عليه. ايه خلاص تطلع. فزنا عليه. ايوه فزنا عليه. ايوه هارد لك يا عابر وان شاء الله تفوز المرة الجاية ان شاء الله. كمل سوالفكم كمل. اصبر اصبر في عندي طلب بسيط. نرجو من المشاهدين الكرام بان اذا اتصلوا علينا يعني يسمعونا من التليفون ويقصرون التلفزيون علشان يطلع اللعبه كذا تطلع اللعبه واضحه. تطلع اللعبه قصرهم من التلفزيون كذا الاحرف تلخبط. خلوها ارقام. اسمعني من التليفون يا ولد. واختاروا ارقام لا تختاروا احرف علشان تصير قصر التلفزيون كذا. اسمعنا من التليفون كذا. حلو. الافلاج قلنا تتكون اكثر من قريه منها البديع والهدار وليلى وقرى يعني حولها يعني. ف في عائلات نفس الافلاج فيها توقع عائلات واجده بعضهم يرجعون دواسر بعضهم لا بعضهم نفسهم قبائل نفس الافلاج. البدوان غير الافلاج اكثرهم بدو. والمجادعه. المجودعه. والمدعف. والمدعف. اول شيء الآ تقلب واو.
هتقول والمجودة والمدعف ونعم والله كلهم بالعكس والله معي انت محمد يعني عينين في راس ونعم فيهم كلهم فيهم كلهم ونعم فيهم كلهم كلهم عينين في راس وعينين في وليد وعينين في محمد حلوة والله حلوة اقول لك هذا لا قال يدين في وسادة يدين دين سادة سادة ولا كاتشب عرفت يعني جبن سادة ولا كاتشب والله يوفق عدوكم كل ما تعشيت معكم جبن مد طيب انا بحكم انكم جايين متاخرين يعني 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 يا جماعة يعني ايش السالفة لا 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 ساعتي مخربة عليك انت وجهي الله الله طيب انا اعطيتهم ملفات يكتبون عبارات عن الوطن ست اوراق وقلم يعني شيء بسيط مره تكتب كل ما يدور في ذهنك في حبك لوطنك ولائك لوطنك ودفاعك عن الوطن وكيف يكون حبك لوطنك اكتب كل شيء هنا عبارات بسيطه جدا مره مره اي شيء يدور في ذهنك اكتبه فتكتبونها وبعد الصلاه راح كل واحد يقوم ويقرا وش كتب والله اوكي شن باذن الواحد الاحد هذا قلم لا اله تبارك صح خلاص لكن حلو القلم الاخضر طيب والله خلاص كثرنا من الرسميه شوي ليش ما نجيب شيء يطهبل يا لا. شباب نبي قصايد اسحبوا له اسحبوا له نشتغل كهدف و صح و و و صح كهدف ورساله للوطن ورساله لوطننا وحبنا وولائنا لوطننا اقول اقول اعطنا شيء يا ذا ها اعطنا شيء يا ذا عندي ذا يا ذا عندي ذا عند المدرس حق التاريخ اذا جاء ينادي يقول يا ها يا ها واو ما رد عليه كذا ما بغيت ارد عليه يقول اوو اوو عظيم يا اخي بصدق يا اخي تحس ان اذا ناداك واحد بكلمه طيبه باسلوب حسن لبق والله صدق تحس يا اخي بلذتها ترد عليه غير انه واحد يا ها يا ها انت الواجب واجبته والله صدق يعني تحس انك كذا كنا يتابعك الحين ورا الشاشه غير لو قال يا والله احبك والله اني احبك مادتك حلوه يعني بس يعني كذا ياسر ارفع هذه تكفى وش هذه اللي حاطها ارفع علومك يا سلام ولا لك الضيف ما تحطه انت خذيت؟ سليمان انت خذيت؟ ايوه الا معطيك اللي ما في خلصت معطيك اياها ترى ليش تضيعها؟ ليش تضيعها؟ ما ضاعت لانها في القلب الله 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 وينها؟ واسد قلبك وينها؟ شوف قلبك اخضر دور في جيبك ما في الا سرواطوي هذه احطها في صاحبي سرواطوي واصل لين هنا اجل ها؟ لاني اوصل هنا لا انا ما اصفر زر في صلاه اخوي بعد وين يا والله وينها؟ دورها دورها طالعه بحطها فوق راسي والله هذه قرطاستها بس ما ادري والله بالقرطاسه انا والله بحط على العقال اول شيء لان الوطن يستاهل كل شيء الله صحيح اذا لم يكفيه القلب يكفيه الراس محمد لا تقلب طيب ركض وقلب وين العقال؟ سيت داون بليز سيت داون محمد اصبر ولا اضبطها حلوه حلوه انا والله اضبطها والله اضبطها والله اكله اي راح نقرا تاتي اسمه ما هي الابره طلع ايش خيول الله يسلمك هو من زمان ما يحتاج تقول ايش ترى همزه همزه عشان بس يساس صدري والله فاتتكم اسئله يزيد ومحمد اسالهم اسالهم كلها جاوبتها هل بنشوف هل انتم مثقفين ولا لا كلها جاوبتها والله يا صاد اوه ما شاء الله ياسر والله انا كله جاوبتها الله يخليك عشان نرفزي يا عبد والله متصادق عبد المجيد شغال جوجل ايه مشكله والله ايه اصبر طلع علي هي والله انا طاح شوف ثاني شوف معي شغله ثانيه الله طلع ما في شيء يطلع في خطابات مع تحيات ابلش عاد مع تحيات محمد في طماط برا انا من كيسك والله والله من كيسك عقد عليك طقطق عليه والله العظيم في طماط برا حلفت والله يعني ما شفت طماط والله لا ذبع روح يلا صوم مش اربع ايام بعد لا ثلاث ايام اسمع ولا تصوم شفتي مسكين تزكي جيب خيار خلي الحق لهم على الوطنيه يلا اجل يلا جيب خيار جيب اي صح صادق اخضر خيار صادق الطماط في خيار برا راح جيب
وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. الوطن والله مهما تكلمنا عنه والله العظيم اللي صدقي يا اخي جنودنا في البواسل في الجنوب وفي الحدود الشماليه وفي الحدود والله العظيم يبذلون جهود والله بيع عليم يحتاجون منا الدعاء والله العظيم صدق. فعسى الله ينصرهم على من عاداهم اي والله ويرحم من مات منهم ويحفظهم ان شاء الله ويجعلهم شهداء ويتقبلهم عنده ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. آمين إن شاء الله. آمين والله رجعهم لأهلهم سالمين غانمين. أقل شيء نقدم لهم والله. والله أنت نايم في فراشك سلمك الله مرتاح تحت المكيف وهو والله تلقاه نايم تحت ذا الشمس صح. قاعد يحميك ما تدري عنه ولا يدري عنك وهو بعيدا عن أهله وأنت آمن مستريح مستريح ولا يرتاح مستريح عند القلب. اي والله مستريح يعني عند اهلك وكذا انت ما تعطيه قلم والله. خضران وهو ما يرتاح بنوم يا اخي مو بلازم يعني توظف ترى فضايح يعني امسك هذا قلم كويس هلا بالعيال هلا بالخميس هلا بالخميس وش اللي طاح؟ مايك كل يوم مايك يا مايك واذا مايكي طاح طاح اكيد كاني جبت انت فيك مثل ذا شو اسمه تعلق هنا هنا؟ ايه ما يفهمون الا جمهور بدايه وين علقه؟ في ذا يا شين الحش اي والله يا شين يا ترى ما ادري ايش السالفه وين تحضر الرجال؟ ها؟ صدر مجلس ولد صدر مجلس كفو وين وين صدر مجلس؟ الحمد لله قلتها صح يا رب طيب يجيب العيد طبعا هذا غايب يوم الاربعاء اللي راح سبحان الله غايب يقول تبون تعال تعال جابك الله والله مشغول انا عندي ظروف لا يقول لي ظروف خوفنا عليه عندي سناب يعرفون ايش السالفه خوفنا عليه اليوم اليوم رايح اليوم تعبان لانه جاء رايح عشان تحضر المباراه جابك الله والله هذا حق زعيم عينه والله ايش؟ طيب خلينا نتكلم عن الوطن بحكم اليوم صح صح عن الوطن اليوم عن الوطن الله عليك المنتخب صح لان مباراه منتخب صح صح لكن هذا يمثل وطنك هذا لازم تحضر له طيب خلينا نتكلم عن الوطن كذا احشرهم كذا حشر خلينا نتكلم عن الوطن تفضل 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 يلا وش تتكلم عن الوطن مشغول يا عيال شوي تفضل طماط طماط لا نصاب ما في تفضل يا اخوي زبده يا عيال انا والله ما تغديت زين بدل ما انا فاضي ودي اقول حقتي يلا والله سمعنا 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 لبه يا سلمان جينا حقتي وين حقتي لبه يا سلمان جينا يوم العيون الوطن ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد حنا جنود الله بعين ارواحنا نغلى الثمن في جنة الفردوس ما وعدنا ويا محلى الوعد لبيه يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد حنا جنود الله بعين ارواحنا غلى الثمن في جنة الفردوس ما وعدنا ويا محلى الوعد لبيه يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد حنا جنود الله بعنا روحنا بغلى الثمن في جنة الفردوس يلا ياسر سمعنا شوتك لا شو ذا جيبك ذي ما كلمة ولا مو بالحين الشيخ مستعجل كلمة ما بالحين بعد المغرب طبعا كل واحد يحط ملفه كل واحد يحط ملفه هنا يعني محمد كتبت العبارات والله شوف انا لو قلنا يعني لا لا يحصرني ورق ايه؟ كان كتبت لكن الله ما يحصرني ولا يكفيني طيب لا تتفلسف واكتب يلا 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 لا اتلك مع اذنك يلا اقول يلا صعبك اركض اركض يا صحوه اركض بدايتك سمعكم شو ده ولا يلا 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 خلينا نوقف كلنا طيب اللي بيكتب يكتب عادي اللي يكتب ما يصلح هذا هذا الجزاء اللي يتاخر حلو خلينا من راس قلنا خلينا نوقف كلنا خلينا نشوف تعال خلينا نوقف محمد يزيد محمد يزيد خلينا محمد يزيد وقفوا يزيد خليه يكتب خلينا نوقف كلنا لا خليه يكتب لا 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 تراك ماكل ورا وقف وقف يلا يا بنقرا معك ولا لا لا انا اللي بقرا وانت قول وقف اول وطن ها تعال وقف وراك يلا وين هنا اي اي مكان يلا وين ثم لو طرحنا يلا يلا روح هناك انتهى يا حبيبي طيب
يلا ابدأ. الوطن ثم الوطن ثم الوطن، فارس الامان نبرس الشباب، لو تمنوا رمل باقي.